بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد المصنف محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 1206 في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المؤلف الآن بالقسم السابع على ما قسمنا أعمال القلوب، تكلم الآن عن المحبة، وبعد المحبة يذكر الخوف، لأن السائل إلى الله لابد أن يجمع في السائل إلى الله بين الخوف والرجاء. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى يحب ولا يحب أحد مع الله، نعم. ومن رفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، فما بالنا بمن يرفع إنسان مرتبة جبار السماوات والأرض يكفر من باب أول. ومن الناس بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا شبهاء نظراء مثلا يحبونهم كحب الله، شرك أكبر، نعم. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. نعم، الوعيد الشديد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الوعيد الشديد على من كانت هذه الثمانية أحب إليه من الله، نعم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. نعم، لابد أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق، ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من محبة الله. ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نعم. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله لذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يوجد به على أهله شيئا، رواه ابن جرير. نعم، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في زمن أنه صارت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا، إن أعطي رضي ولم يعط سخط، نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. يعني لأنه لا يبقى يوم القيامة إلا ما كان لله، نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، قلنا بعد أن ذكر باب المحبة جاء بباب الخوف حتى تجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، وهي أعلى من الخوف وتكون من العلماء، نعم. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني جعل الخوف من الناس كخوف من الله، وبعض الناس هدانا الله إياه يرتكب المحرمات، لماذا؟ خوفا من كلام الناس، جعل خوفه من الناس أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى، ولذلك وافق هؤلاء، نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الله المستعان. هذا نراه في بعض الناس، يعني يقول: فلان ما أعطاني، وفلان بخيل، وفلان كذا. الرزق من الله سبحانه وتعالى، نعم. وعن ترضى بالقضاء والقدر، نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. الجزاء من جنس العمل، ترضي الله سبحانه وتعالى ولا تبالي بأحد في دين الله، نعم. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة.
وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. نعم، علق الإيمان هنا على أوصاف خمسة، وهنا الإيمان أعلى من الإسلام. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكافئ من اتبعك من المؤمنين الله، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. نعم، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، دلت الآية بمفهومها أن من يعتمد على غير الله خذل، نسأل العافية والسلامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. إذن لابد تكون هذه الكلمة قول كل موحد، نعم حسبنا الله ونعم الوكيل. باب قول الله تعالى فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، القنوط من رحمة الله. نعم، وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لأن الذي يقنط من رحمة الله هذا الضال، لا يعرف الله سبحانه وتعالى ولا يعرف الأسماء والصفات. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، وعلى أقدار الله ما يقدر الله سبحانه وتعالى على العباد. نعم، وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أين هنا الشاهد؟ النياحة، لأن النائحة لم تصبر وتسخطت، نسأل العافية والسلام، والتسخط كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، ولهما عن ابن مسعود المرفوع رضي الله عنه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، وعن ضرب الخدود إما بالضرب أو بالشق أو بالتكسير، اعتراض على القضاء القدر إما بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. لكن لا يعني أن الإنسان يتمنى ويطلب تعجيل هذا القضاء في الدنيا، لا، يدعو الله سبحانه وتعالى العافية، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، لكن إذا وقع الابتلاء لا بد له من الصبر، لأن الصبر واجب بإجماع الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. قال رحمه الله باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء يعني أنه من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر، وأنه من أخلاق أهل النفاق. نعم، سمي بهذا الاسم من باب التغليب، يعمل العمل حتى يراه الناس أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس، ومن رأى رأى الله به. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني مخلصا لله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني خالصا صوابا. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. بطلان العمل إذا خالطه الرياء. وعن أبي سعيد مرفوعا رضي الله عنه ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. الرياء شرك أصغر، وفتنة الدجال كفر أكبر شرك أكبر، فكيف خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الرياء أشد من خوفه عليهم من الدجال، لأن الرياء يكون في كل وقت،
والدجال في زمن محدد. فتنة الدجال فتنة ظاهرة، وفتنة الرياء نسأل العافية والسلامة فتنة خفية. نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. معنى الباب هنا أن يعمل أن يريد الدنيا بعمل الآخر، كمن يصلي مثلا بالناس إماما ويريد بهذا الأجر فقط. نعم. كيف نعرف أنه يريد الدنيا أو يريد الآخرة؟ لأن الآن الأئمة بفضل الله يأخذ رواتب ويأخذ مكافآت مثلا، كيف نعرف؟ قال نعرف إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. نعم، وهم فيها لا يخسرون. ليس كل من أراد الدنيا يحصل الدنيا، قد لا يحصلها وقد لا. سبحانك الله. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس عبد الخليصة، تأس عبد الخميرة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إذن هذا الضابط، إن أعطي رضي، كيف نعرف أنه عبد للدرهم وللدينار وللدنيا؟ إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فلا بد أن يكون غضب الإنسان ورضاه لله سبحانه وتعالى. نعم. تعس وانتكس وإذا شئت فلن تقش. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بانقلاب الأمور عليه وبالشقاء والتعاسة نسأل العافية والسلامة. نعم. طوبى لعبد الله. هذا القسم الأول، يريد الدنيا بعمل الآخرة. الثاني يريد الآخرة ويسعى لها في أعلى ما يكون مشقة، وهو الجهد في سبيل الله، خرج بنفسه وبماله، لم يبالي بالمناصب. قال طوبى يعني من الطيبات، شجرة في الجنة وغيرها. نعم. طوبى لعبد آخذ بغنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. يعني أدى كل ما طلب منه ولم يبالي بالمناصب، ولا يريد أن يكون مع الرؤساء مع القادة. نعم. في الساقة يعني آخر الجيش. نعم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نعم، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأراد أن يبين الشرك في الطاعة. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.